المشروب بقى اللي انا هقوله لكم عليه المره دي، هنقول عليه المشروب ضبط الهرمونات السحري، برضو انا بقول عليه لعلاج الصداع، لعلاج الامراض النفسيه، الارق مش عارف ينام، ولعلاج الدوره الشهريه عند البنات الالام الشديد. انا هاخد المره دي حاجه جميله اسمها ايه؟ مريمية. اسمها ايه مريمية؟ والدكتور جوده بياخد حاجه بين صوابعه بس، اهي ادي المريمية خلاص. وبعدين هاخد حاجه روزميري، واحنا قلنا الروزميري او بيسموه كليل الجبل او ورق حصى الباني، نص معلقه صغيره بين صوابعي اهي خلاص. وبعدين هاخد برضو نص معلقه صغيره حلبه اهي. ده من اقوى مشروبات ضبط الهرمونات. في بقى حاجه بتضاف عليهم تاني، حاجه اسمها ايه؟ شيح البابونج. اسمها زهر شيح البابونج. زهر ايه؟ شيح البابونج. زهر شيح البابونج ده لونه جميل وطعمه حلو قوي وريحته جميله جدا، كانك بتشرب ورد. بالمناسبه ميه الورد وورق الورد ده علاج. يعني لو انت عندك بوكيه ورد او عندك اي ازهار وبعدين دبلت او هتدبل، بتقطع انت ورق الازهار، وهنعمل له تجربه قدامك، ونحط ورق الازهار ده في ميه. الميه دي بترطب البشره وتجمل الشكل وتعمل لك، ولو قطرت لها في علاج سحري يا بيه. الناس الورد بتجيبه وترميه، لا انا هوريك استعمال لورق الورد بعد ما تزهق منه. ورق الورد، ورق الفل، ورق اسمه، هوريك انا استعمال الورد. تعال بص بقى النبات، احنا قلنا ايه؟ شويه مريميه وشويه روزميري او شويه، تقول عليها ايه؟ ورق حصى البان، ونص معلقه حلبه، وممكن احط عليهم ايه؟ زهر بابونج نص معلقه صغيره. وبعدين احط عليهم الميه بتاعتي، ادي الميه بتاعتي اهي تمام. ولاحظوا ان انا الدكتور جوده دايما ما بيغليش الحلبه، ما بتغليش ولا اليانسون. انا بعمل المشروبات قدامكم اهي، لان انا اقول لواحد مثلا اعمل لي شويه حلوه شويه يانسون، يروح جايب لي حلوه يانسون احطهم على الدكتور، يقعد يغلي يجيب لي حاجه طين كده، حاجه سودة. انت بتعمل ايه يا اخي؟ ها؟ يبقى ادي المشروب اللي انا بشربه. بص المشروبات دكتور جوده بيعملها، ها؟ هي دي المشروبات الصحيه. مش هقول لواحد اعمل لي يانسون، يروح جايب معلقتين يانسون وكوبايه ويغلي ويجيب لي بتاع اسود. ايه ده؟ ده يانسون؟ ده اليانسون ده حاجه فاتحه جميله كده. والحلبه، ها؟ برضو عاوزين ناخد معلقه عسل، ها؟ ادي معلقه العسل اهي، اهيت، تحط زي ما انت عايز، وادي العسل ونقلب وتشرب بالهنا والشفا. وانا انصحك لما يكون عندك برد، عندك صداع، عندك مغص، في الام، في اضطرابات، في خوف، هتعمل المشروبات دي. تعمل مشروب منها خفيف ولذيذ زي الشاي الكشري، طعمه لذيذ جدا. والقنبله بقى انك ممكن تشربه وبعد ما يخلص تحط عليه ميه سخنه تاني. دي كانت هديتنا في فقرتنا تعالج بالاخضر، وان شاء الله هنقول الفقره الجايه باذن الله على بارقه امل الناس اللي ربنا عالجها وشفاها، وكانت الاسباب الجميله دي احد الاسباب للشفاء.